حظر التجول. احنا يعني بصراحه يعني اشبعنا من هذه الاسئله او ذي السؤال من بدايه وجودنا، يعني عام كامل الان. الحمد لله الفريق الوطني على فكره كل شيء معروض، وانا ما انكر اي حل من الحلول الموجوده، ولكن الفريق الوطني لديه معايير ونكرر ذلك ولها دراسات معينه، والحمد لله بعدنا استطعنا ان احنا ناخذ قرارات ذكيه لحد ما تكون فيها يعني نوعية وليست عامة عامة. أنا أشوف وأجرب وأتأكد أنه والله من وين، خلنا نشوف الموضوع، هل هو من هذا الشيء صاير والله من الأسواق، والله من التجمعات الثانية، من خروج الناس؟ لا، احنا أنا عندي حين جواب للتجمعات أن هي الأثر الكبير، التجمعات العائلية والخاصة هي الأثر الكبير لها. ما أحتاج أن أنا أغم عيني وأقول والله لا، مو هذه السبب، هذه السبب الرئيسي. فاذا حظر التجول، اللي بقول والله حظر التجول ومنع الانشطه العامه في البلد، هل لها اثار؟ انا ما بتكلم اليوم على الاثر الاقتصادي، لان بلدنا الحمد لله وقيادتنا اهميتها في الدرجه الاولى هو الانسان وصحته، الانسان كمواطن والانسان كمقيم وصحته هو اولويه لقيادتنا. ولكن هل لها اثار اقتصادي؟ اكيد بيكون هناك في لها اثار اقتصادي، ويرجع مره ثانيه على الاشخاص بنفسهم. فاذا حظر التجول هل هو مطروح؟ هل هو حل من الحلول؟ احنا مثل ما خبرت الفريق الوطني ينظر الى، او الطبي ينظر الى كل الحلول الموجوده، ولكن يختار ما هو انسبها بحسب الوقت وبحسب الاعداد وبحسب التقييم في وقته.